بس نادر جدا اني اشوف بنت كابتن طياره. ايه معه حق. الانثى بتمثل 5% بس من الطيارجيه بالعالم، علما انه بال 1960 كان عددهم اكثر من هيك. كمان كانوا عم بيطيروا كمحاربين بالحرب العالمية الثانية. طب ليش خف عددهم؟ لأنه ما كانوا يلاقوا شغل، كانت تعمل مدرب طيران وتشارك بالسبق وتعمل كل شيء تاني وتحارب، بس ما بيحق لها تشتغل بالخطوط الجوية. ليك ما لها منطق، ضلوا عم يحاربوا فترة طويلة لطلعوا لهم الحق إنه يكونوا بالخطوط الجوية. صراحة هالأيام الوضع شوي صغير مختلف. أول شيء نحن عنا بعالم العربي ما في توعي كفاية بخصوص الموضوع. كثير عندي على فيديوز تبعولي بيجي تعليقات انه فيها شيء البنت تصير طيار. ثاني شيء الاهل عندهم مشكلة يقبلوا انه بنتهم تعمل طيار. ثالث شيء المجتمع والمتطلبات من المرأة. انا مدام ضبع واختها اثنيناتهم طيارجية، واثنيناتهم وقفوا طيران من بعد ما جابوا اولاد. هلا فيهم يرجعوا نعم، وفي غيرهم كثير رجعوا، بس هن هيك كان خيارهم وهيدا القرار بيرجع بس لإله. هيدا ما معناتها انه المرأة ما فيها تكون طيار وتقود حياة عائلية رائعة. عنا كتير امثال على الموضوع، اولهم هي اول كابتن بلبنان كابتن رولا حطيت، بس اكيد بحاجة للعائلة كلها تكون موجودة مع بعض. هلا اذا انتو كنتو امرأة او شاب وحابين تعملوا طيار، عندي انا فيديوهات عن كيف تصبح طيار، بس اذا بدكن شيء خاص للوضع اللي انتو قاعدين فيه، البلد اللي انتو فيه بدكن تعرفوا وين الميديكن، وين الانستركشن، وين كل العمليات. تعرفت على Aviation Consultant شغله بس يعمل هيك. تواصلوا معه، اسمه ربيع بساط، هيدا الانستغرام، واتساب والايميل. بيساعدكم بكل المعلومات المطلوبة، بيساعدكم حتى بالوراق، ما بياخد شي منكم. على كل حال انا طبعا ملاكس وبشوفكم حلقة الجاي.